كيفكم خمس فوائد بالنسبة للبلازما في علاج تساقط الشعر إيقاف تساقط الشعر تحفيز نشاط بصيلات الشعر تعزيز نمو الشعر الجديد زيادة عدد كمية الأشعار الموجودة وزيادة كثافة الشعر طبعا رح تزيد لما رح يزيد عدد الأشعار وقد تقوي جز جسم الشعرة أو الجسم لأنه عم تقوي البصيلة تمام هاد كان الفيديو نعجبكم الفيديو لايك شير سبسكرايب فعلوا زر الجرس